كده. طيب، من ضمن الاقتراحات اللي مطروحة هذه الأيام يعني تخفيض رواتب وقود اللاعبين. كابتن سيد عبد الحفيظ كان له تصريحات امبارح ان هو قعد مع بعض اللاعبين واللاعبين متفاهمين هذا الموقف في النادي الأهلي طبعا. فإيه رأيك أساسا في هذا الموضوع؟ في الأساس يعني. والله هي دي الفكرة، يعني بتطلع من خلال المسؤولين في النادي الأهلي. ممكن النادي الأهلي أو كابتن سيد عبد الحفيظ. أنا بكلمك في الأول بشكل عام وبعد كده نتكلم عن النادي الأهلي. والله هي لو هتفيد حاجات تانية أعتقد إن هي فكرة مش كويسة، مش وحشة يعني. لو أنا مثلا بمعنى يعني مثلا لو أنا هستغل إن أنا النهاردة العقود هتقل لي برضه، ما هو هتقل الأسباب كتير. هتقل الأسباب إن دلوقتي النادي نادي إكس ما فيهوش موارد داخلة زي زمان، تمام، المباريات ما بتتلعبش في كل النشاطات، تمام، وبالتالي أنت ما عندكش تذاكر تقدر تبيعها حتى لو ما فيش جمهور، ولكن بيبقى في عدد من الجمهور بيعمل تذاكر موسمية مثلا. عندك الإيرادات اللي داخلة لك النادي مختلفة دلوقتي تماما عن الإيرادات اللي كانت داخلة لك من شهرين، تمام، وبالتالي النصيب الأكبر دايما بيروح للعيبة الكورة، تمام. فعشان كده أنا بقول لك تخفيض عقود اللاعبين اعتقد ان هو امر واجب وضروري في هذه الفتره، وجهه نظرنا يعني. والله بص يا كابتن، هو طبعا انت عارف ان النادي الاهلي بيبقى سباق في اي حاجه. والنهارده شفنا كل الانديه الكبيره في اوروبا عملوا نفس النادي الاهلي بيفكر فيه او بيفكر انه يعمله. فدي حاجه كويسه. لو هي مسؤوليه النهارده ان انا حاسس بالناس وحاسس بالظروف وحاسس بالنادي. ما فيش النهارده السبونسرز مش موجوده، دلوقتي الدنيا مش شغاله، الدنيا واقفه، فطبيعي ان يبقى في مسؤوليه من اللعيبه ومن الجهاز الفني او اللعيبه اللي عندها عقود والجهاز الفني والمسؤولين في النادي. لو هم قعدوا وكل الناس اتفقت على ده، اعتقد ان دي تبقى حاجه كويسه، وحاجه كويسه منهم يعني. طيب اقتراح